العقل تسابع بالفكر والوعي شعار للعمر بنادي نحكيه يحكينا يا كون اسمعنا واصطبري ارواح بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء أحباب الطلاب، مع درس بعنوان الدوال الأسية واللوغاريتمية. الدوال الأسية واللوغاريتمية، مع بعض بإذن الله نبدأ شرح هذا الدرس. هنبدأ مع بعض بإذن الله في الدوال الأسية. الدالة الأسية الرئيسية لها مفهوم وصورة، هي دالة على الصورة اف اكس يساوي بي اس اكس او بي باور اكس، حيث الاس اكس متغير مستقل والاساس بي عدد حقيقي موجب لا يساوي الواحد. ممكن واحد يقول لي ليه يا استاذ لا يساوي الواحد؟ لان واحد اس اي عدد ينتج واحد. الدالة دي لها حالتين، الحالتين بتوقفهم على الاساس بي. الحالة اللي على اليمين اذا كانت بي اكبر من واحد، والحالة اللي على اليسار بي اكبر من الصفر اصغر من الواحد. الحالتين دول لهم صفات مشتركة. ايه هي الصفات المشتركة دي يا استاذ؟ تعال نشوف مع بعض. اول حاجة ان المجال بتاع الحالتين هو R، او مجموعة الاعداد الحقيقية، او بنقول عليها فترة من سالب ما لا نهاية الى ما لا نهاية. المدى في الحالتين هو مجموعة الاعداد الحقيقية الموجبة او R موجب، اللي هو الفترة صفر وما لا نهاية. مقاطع المحاور، الحالتين او المنحنيين بيقطع محور واي عند النقطة صفر وواحد، او عند واي يساوي واحد، بنسميه المقطع الرأسي. خطوط التقارب، المنحنيين بيتقاربوا من محور اكس اللي هو المحور الافقي، وخط التقارب الافقي معادلته واي تساوي صفر. عاوزك تفرق بين محور التقارب او خط التقارب، هو محور اكس لكن معادلته واي تساوي صفر. الاتنين بيختلفوا في حاجتين، التزايد والتناقص. الدالة اللي على اليمين هنختبرها من حيث التزايد والتناقص، وزي ما انتم عارفين بنبدأ الاختبار من اليسار، نختبر المنحنى من اليسار ونمشي معاه. هنلاحظ المنحنى بيتزايد واحنا ماشيين معاه من اليسار، اذا هذه الدالة متزايدة على المجال، وبتسمى في هذه الحالة دالة نمو أسي. دالة نمو أسي. الدالة على اليسار اللي هي بي بين الصفر والواحد، او بي اكبر من الصفر اصغر من الواحد، برضو هنبدأ نختبرها او نختبر المنحنى من اليسار. هنلاحظ المنحنى بيتناقص من اليسار، اذا هذه الدالة متناقصة على المجال، وتسمى في هذه الحالة دالة اضمحلال أسي. دالة اضمحلال أسي. مع بعض نبدأ مثال رقم واحد. مثال واحد على تمييز الدالة من حيث النمو والاضمحلال الأسي. مثال واحد يقول: أي ما يلي يمثل دالة نمو أسي، وأيها يمثل دالة اضمحلال أسي؟ فسر إجابتك. عندنا أربع أسئلة، A و B رسم بياني منحنيات، أما C و D على صورة القاعدة. هنبدأ بالحالة A، عاوز أختبر زي ما احنا شفنا قبل كده إزاي نختبر الدالة من حيث النمو أو الاضمحلال. بنبدأ من اليسار، هنجد إن المنحنى بتاع الفقرة ايه؟ متصاعد او متزايد، وهذه هي دالة نمو.
أما الفقرة دي أو الجزء دي من السؤال هنبدأ أيضا من اليسار، هنلاحظ المنحنى بيتناقص أو تنازلي. إذا هذه الدالة اضمحلال، طبعا اضمحلال أسي. الحالة سي اللي على صورة القاعدة بنمسك البي اللي هي تحت الإكس، العدد بي اللي أمامنا اللي هو سدس هو أكبر من الصفر وأصغر من الواحد، يبقى إذا دي حالة اضمحلال أسي. أما الحالة الأخيرة في الفقرة دي الخمسة اللي هي الأساس اللي هي مكان البي أكبر من الواحد، إذا هذه دالة نمو. ننتقل إلى الفقرة القادمة. الحالة اللي أمامنا هي حالة خاصة، بيقول عند تمثيل منحنى الدالتين واي يساوي واحد على بي أس إكس، وواي يساوي بي أس إكس على نفس المستوى الإحداثي، فإن كل منهما هو انعكاس للآخر حول المحور الرأسي اللي هو محور واي. الملاحظة اللي عاوز أنبه لها، المنحنى اللي على اليسار اللي هو في الرسمة اللي على اليسار مكتوب واي يساوي نص أس إكس، ديت لو هتلاحظ مكتوب جنبها يساوي 2 أس سالب إكس. كيف نخلي الأس اللي هو سالب إكس بموجب إكس؟ بنيجي على العدد اللي تحت سالب إكس ونقلبه أو نظيره الضربي. 2 دي أصلها 2 على 1، لما نقلبها أو نقلبها نجيب نظيرها الضربي هي 1 على 2. إذا العدد اللي تحت سالب إكس لو هو عدد أكبر من واحد وحولنا السالب إكس إلى إكس هيصير العدد أصغر من واحد، والعكس إذا كان اللي تحت سالب إكس هو أصغر من واحد وشقلبناه هيصير أكبر من الواحد. الصيغة اللي أمامنا اللي هي إيه بالنسبة لتي تساوي A0، طبعا تي اللي هي الزمن، A T بتساوي A0 اللي هي القيمة الأصلية، E أس R T. تسمى هذه الصورة أو الحالة تسمى دالة النمو أو الاضمحلال الأسي. مع مثال آخر على الدالة الأسية، المثال بيقول يوضح الشكل التالي النمو الأسي المتواصل بي بالملايين لسكان إحدى الدول بعد مرور تي سنة. رقم 1 مطلوب، ما هو عدد السكان الحالي يعني الأصلي لهذه المدينة؟ الجزء الثاني بيقول قدر عدد سكان المدينة بعد 15 سنة. الجزء الثالث في السؤال بيقول بعد كم سنة تقريبا يتضاعف عدد سكان المدينة، ويتضاعف عدد سكان المدينة عن العدد الأصلي بتاعهم، العدد اللي هو السكان الحالي. مع بعض كده هنبدأ نشوف إزاي نقدر نجاوب على هذه الأسئلة. عدد السكان الحالي لهذه المدينة يبقى هنبدأ من عند الصفر، صفر من المحور الأفقي نصعد معاه لغاية ما نصل للمنحنى، نلمس المنحنى. لمسنا المنحنى عند كام؟ أحسنتم، عند 6 مليون، لأن المحور ده بالملايين. يبقى إذا توقف عند 6، يبقى إذا عدد السكان الحالي لهذه المدينة هو 6 مليون نسمة. طيب الجزء بي بيقول عدد السكان لهذه المدينة بعد 15 سنة. طبعا محور الزمن اللي هو المحور الأفقي هنيجي عند 15 اللي هي بين 10 و20، ونطلع بسهم إلى أن نلمس المنحنى أو ندعم المنحنى. لمسناه نشوف أفقيا، نتوجه من هذه النقطة اللي وصلنا لها أفقيا إلى محور
اللي هو عدد السكان، هنصل إلى العدد تقريبا 7.5، يبقى 7.5 مليون نسمة تقريبا. الجزء سي بيقول متى أو بعد كم سنة، بيسأل على الزمن، بعد كم سنة يتضاعف عدد السكان. يتضاعف يبقى يصير كام؟ هو كان أصلا 6، لما يتضاعف يبقى يصير 12، يبقى هاجي عند 12 من المحور الرأسي اللي هو يمثل عدد السكان، واتجه إلى أن أمس المنحنى. أول ما أمسه أتوقف وأنزل رأسيا على محور الزمن تي، حصل إلى 40. يبقى إذا يتضاعف عدد سكان المدينة عن العدد الحالي بعد 40 عام تقريبا. بعد 40 عام ننتقل إلى الجزء الثاني أو الفقرة التالية. والمثال اللي معانا الآن أيضا على السكان، بيقول خلال الفترة من 2005 إلى 2015 بلغ المعدل السنوي لنمو السكان لإحدى الدول 4% تقريبا. إذا قدر عدد سكان هذه الدولة عام 2005 ب3,500,000 نسمة تقريبا، اكتب صيغة دالة أسية تمثل عدد السكان بعد مرور تي سنة. بعد مرور تي سنة يعني لم يحدد لا هي سنة ولا 2 ولا 10، فهتكتب صيغة ويكون التي هي تي، مش هنغير. ثم استعمل هذه الصيغة لتقدير عدد سكان هذه المدينة عام 2020 لأقرب نسمة. أول حاجة الصيغة اللي هنكتبها هي صيغة انت درستها قبل كده في قوانين الفايدة المركبة، اللي هي بتقول اي تي يساوي اي زيرو قوس 1 زائد R أس تي. الصيغة اللي كتبناها دلوقتي هي الصيغة المطلوبة في الجزء الأول من السؤال، اللي هي صيغة دالة أسية تمثل عدد سكان بعد مرور تي سنة. طيب استعمل هذه الصيغة اللي احنا كتبناها لتقدير عدد سكان هذه المدينة عام 2020. طيب عدد السكان اللي احنا حسبناه كان عام كام؟ 2005، والمطلوب عام كام؟ 2020. طب يبقى في فرق كام سنة؟ 15 سنة. يبقى اذا التي هنا ب15، فهنعوض في نفس الصيغة اللي احنا كتبناها، بدل اي تي هتبقى ايه؟ 15 يساوي 3,500,000 افتح قوس 1 زائد 4% اللي هي المعدل اللي موجود في السؤال، أس 15. 1 زائد 4% اللي هي 1.04 أو 1.4%، أس 15. طبعا الحسبة مش هتأثر معاك، احسبها بالحسبة هتطلع لك 6,303,302 و269 من ألف، يعني بالتقريب 6,303,302. إذا يقدر عدد سكان هذه المدينة عام 2020 اللي 2020 بحوالي 6,303,302 نسمة تقريبا. وبكده نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس، وإن شاء الله نلتقي مرات أخرى، ونترككم في رعاية الله وأمنه، ونذكركم بفقرة اللغز الشريحة القادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى.